دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم وتماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة لهم. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم وتماشياً مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لهم، دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية. ونقل اللواء أركان حرب عبد الناصر يوسف محمد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بشبابها من ذوي الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة، مؤكداً على أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائماً على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوي الهمم. وأكد الأستاذ أيمن أحمد موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن القوات المسلحة لا تدخر جهداً في مساعدة أبنائها من ذوي الهمم، لافتاً إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية. وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يرافقه مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة بتكريم عدد من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية. أعقب ذلك التقاط صور تذكارية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة لإدخال البهجة والسرور على الطلبة. اهتمام القيادة السياسية طبعا بذوي الهمم وقادرون باختلاف ده توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة ما قصرتش وأسعدتنا وأسعدت ولادنا. كل الشكر والتقدير لدعم القوات المسلحة لولادنا ذوي الهمم على كل اللي بيعملوه معانا ومع أولادنا من زيارات لولادنا ذو الهمم، وبعدين هما بالنسبة لهم بيفرحوا جدا، وبالنسبة لهم القوات المسلحة هي دعم في كل شيء، ساعدوهم في التجنيد بدلا من ولادنا كانوا بيروحوا وبيتعبوا جدا في التجنيد، دلوقتي التعبئة والتجنيد بتجيلهم يغات عندهم، فدي حاجة يعني جميلة جدا جدا ان هم يحسوا بكيانهم ويحسوا ان هم ليهم وجود ويحسوا ان هم زيهم زي اي فرد. تعاملهم مع اولادنا بيكون بصورة كلها رفق وكلها اهتمام، بيراعوا يعني مشكلة كل طالب وإعاقة كل طالب. في لجان بتروح للطالب في البيت، لجنة خاصة الطالب القعيد اللي هو ما بيقدرش يتحرك، ودي خدمة ممتازة ومتميزة، فأصبح ما فيش أي ولي أمر عنده طالب ذوي احتياجات خاصة ممكن يقلق من أن ابنه ياخد الإعفاء وتوصله لحد البيت كمان. فكل الشكر كل الشكر للجيش والتجنيد والقوات المسلحة، بصراحة خدمات رائعة بتتقدم لولادنا.